قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران، أحدهما في حالة حرجة عندما أطلق شخص النار في قرية دايون السويسرية. الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على المسلح بعد إصابته إثر اشتباكها معه قالت إن الأسباب التي دفعته لارتكاب الجريمة لا تزال مجهولة. مرتكب الجريمة له سوابق قضائية تتعلق بامتلاكه أسلحة بصورة غير شرعية في العام 2005، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتناوله للمخدرات لكن لم تتم إدانته من قبل. الجاني الذي يبلغ من العمر 33 عاما والمعروف بإدمانه على المخدرات أدخل قبل 8 سنوات مستشفى للأمراض العقلية، حيث تمت مصادرة الأسلحة التي كان يمتلكها بصورة غير شرعية.